الحمد لله الأهم حاجة اليوم هي ثلاث نقاط. الحمد لله كنا بغينا نقدم واحد لوريتم اللي يكون كيرضينا ويرضي المدرب ولا الجماعة الوداد اللي حضرت اليوم. فكما كنقولوا من الدراري يلاه جاهم ليكيب ناسيونال، باقي ما باقي واحد كيدار عليهم واحد شوية العياء. المهم هو أننا خدينا ثلاث نقاط. كنشكر الجماهير اللي جات ساندتنا اليوم، وكنتمنوا ان شاء الله اننا نكونوا عند حسن ظنهم باش ناخذوا ان شاء الله مقابله الديربي بكل جديه، وناخذوا شي نتيجه ان شاء الله اللي تريحنا ان شاء الله في الروتور ان شاء الله.